أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي تحذيرات من قبل نشطاء ورواد بخصوص التعامل مع منصات الدارك ويب أو الإنترنت المظلم، والذي يمثل نحو 95% من عالم الإنترنت الذي لا نعرفه. عالم مظلم لا تحكمه قواعد ولا قوانين، بل تحكمه سياسات الشبهات. إنه عالم الويب المظلم أو دارك ويب. هل تعلم ما هو عالم دارك ويب؟ إنه العالم الذي نجح عام 2015 في تفكيك سوق هيدرا، أكبر منصة عالمية، ليستولي على عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو. هذه السوق التي بلغ حجم مبيعاتها نحو 1.23 مليار يورو في عام 2020 وحده، مما يجعلها السوق غير القانونية ذات أعلى حجم مبيعات في العالم. المنصة المظلمة تستقطب نحو 17 مليون عميل، كلهم ذو صلة بالأنشطة الإجرامية وغسل الأموال، من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع. فما هو هذا العالم المظلم؟ ومن يدير هذه الشبكة الخفية؟ النوع الآخر وهو الديب ويب، والذي يشمل جميع المواقع والشبكات والصفحات والمنصات الإلكترونية التي لم تدرج في محركات البحث المعروفة. بالمختصر، منصات تروج لأعمال غير مشروعة، وهو ما ينقلنا إلى ما يسمى بالدارك ويب، الذي بسببه تتكبد الكثير من الدول خسائر فادحة نتيجة التعاملات غير المشروعة. وبحسب الكثير من التقارير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر من الدارك ويب، حيث تخسر وحدها قرابة 190 مليار دولار سنوياً من خلال السرقات المصرفية وعمليات غسل الأموال التي تتم من خلال الشبكة المظلمة. فلهذا الحد نفوذها أقوى من سطوة القوانين الدولية. إنه حقا عالم مظلم. المزيد من خلال ضيفنا من مدينة الخبر السعودية دكتور فيصل الناصر، الخبير في تقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك دكتور فيصل، ولتشرح لنا بداية ما هذا العالم، وهل صحيح أن النسبة الأكبر من التعاملات على الإنترنت تتم من خلال الدارك ويب؟ أهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافة. طبعا زي ما تفضلتوا في التقرير، الدارك ويب أو ما يسمى بالويب المظلم يمثل نسبة الأكبر من الإنترنت. نعم طبعا. إيش هو النت اللي بيشوفه الناس أو الظاهر للناس؟ اللي يمثل 5 أو 6% تقريبا، اللي هو الحاجات اللي يتم يعني بسموها اندكسنج لها عن طريق محركات البحث، اللي عن طريق جوجل أو ياهو أو غيرها، فبيستطيع الناس الوصول لها بسهولة. طيب ايش هو الويب المظلم اللي هو يمثل الجزء الاكبر؟ هو بنفس يعني الشبكه، نفس البنيه التحتيه، لكن بيستخدم بروتوكولات مختلفه، ويعني له برامج وتقنيات ايضا مختلفه عن المتعارف عليه. بدايته كانت لحاجات يعني الاستخدامات تكون مشفره، استخدامات امنه. بعدين بدات تتطور امور، بدات الناس تدخل فيه في تفاصيل اكثر وتبني عليه حاجات يعني إضافية تستطيع من خلالها عمل يعني أو تستغل فكرة التشفير وفكرة إخفاء الهوية لعمل أمور غير قانونية. فنعم الأرقام، لكن كيف يعني يمكن العمليات أو ترانزاكشنز بتزيد وكل يوم تتنوع؟ يعني لو ضربنا أمثلة عن الأنشطة اللي تستخدم في هالعالم هذا كثيرة. طبعا أبسط الأنشطة اللي هي بيع المعلومات المسروقة، سواء معلومات البنكية، معلومات الفيزا كارد، معلومات الإيميل، التجارة بأعضاء البشر، معلومات أي معلومات غير قانونية ممكن تخطر على بالك أو يعني حتى ما تخطر على بالك ممكن تحصليها في الدارك ويب. يستغلها البائعين في طبعا في الكسب غير المشروع. يعني أعطيتك مثال، أنت ذكرت أرقام كبيرة على حجم العمليات والخسائر اللي بتحصل. وطبعا وجود العملات المشفرة ساعد في زيادة العمليات هذه، لأنه زي ما ذكرنا موضوع إخفاء الهوية
التشفير ساعد الناس اللي بيستخدموا الدارك ويب على اتمام عملياتهم. فمثلا لو دخلتي مثلا بعض المواقع زي مثلا دارك ويب برايس اندكس مثلا، بيعطيك عايزه مثلا فيزا كارد فيه بالانس قد مثلا كذا ب 50 دولار، عايز حساب مصرفي، يعني بيعطوك المعلومه وتسعيره. فسوق مفتوح وماركت بليس كبيره جدا. طيب اريد ان استفسر عن شيء دكتور يعني فيصل، يعني الدارك ويب هو ليس متاح للجميع، يعني يحتاج إلى أشخاص يعني ربما هاكرز أو ناس تعلم كل هذه الألعاب حتى تدخل إلى هذا العالم، أليس كذلك؟ لكن الشخص العادي ذو المعرفة السطحية ربما بالإنترنت لا يمكنه الولوج إلى تلك المنصات، أليس كذلك؟ صحيح، هم بيستخدموا بروتوكول معين اسمه اونيون، ومتصفح ايضا اسمه تور. المتصفح ده طبعا لو حبيت بس كده معلومه سريعه للناس، لما تكون لو يعني ابسط الموضوع، انا لما اكون في غرفه مغلقه انا ما في اي امكانيه للوصول لي، بمجرد ما افتح في الغرفه مثلا باب انا فتحت مدخل او مجال لدخول ايا كان من هذا الباب، فبالتالي لازم اوفر حمايه هالباب. هالباب هذا في عالم الانترنت السيرفيس ويب اللي هو الاي بي، انا بفتح الباب تبعي معروف، لكن كل ما زدنا، على فكره كل ما زدنا في التقنيات الان وزدنا في التحول الرقمي، احنا بنفتح ثغرات في المنطقه احنا فيها، بالتالي نتوقع كل شيء من هذا الامور. في الدارك ويب بيستخدموا الاونيون اللي هو يعتمد على اخفاء الهويه، على عدم اظهار بياناتك، فبالتالي ما حد عارف الاي بي لمين. ايضا عمليه التسلسل في التواصل ما بين السيرفرات او الخوادم بتكون مشفره ومعقده بحيث يصعب التتبع. فعشان انا ادخل مجال الدارك ويب لازم يكون في عندي درايه كافيه باول شيء مخاطر هالموضوع، ناهيك عن العلم الضروري يعني في مجال الشبكات، في مجال السكيورتي، ولانه عمليه الدخول في الدارك ويب قد يكون لها تبعات قانونيه، تبعات جنائيه، يعني مكان مليان يعني عصابات اجراميه، في ناس هكذا زي ما تفضلتي، ناس يعني متخصصين في كيفيه يعني سرقه المعلومات، ممكن يعني الانسان لما يدخل يعرض نفسه للخطر، سواء نعم. كان من جهازه الشخصي او من الشركه. طبعا لو دخل من الشركه يعرض المؤسسه بالكامل للخطر، فعاده بيكون في لابات معينه يعني انفايرمنت معين تعمل سيت اب على جهاز ما يحتوي على اي بيانات شخصيه، اجراءات معينه حتى يستطيع الشخص يدخل لهالمجال. طبعا بعد اخذ العلم طيب كيف يمكن الكافية. ان نحمي شخص يعني حابس يجرب كده ويدخل يعني بدون ما يكون مدرك المخاطر، لا الموضوع فيه خطوره عاليه جدا. كيف يمكن ان نحمي انفسنا دكتور فيصل من ان نقع فريسه لتلك العصابات او القراصنه الالكترونيين؟ يعني هل هناك مثلا تطبيقات اذا او منصات اذا دخلنا عليها نكون عرضه اكثر للانكشاف على القراصنه؟ طبعا زي ما ذكرت، لما الواحد بده يدخل في هذا المجال لازم يكون في انفايرمنت معين يدخل منها، ما يدخل من اي جهاز ولا من اي مكان. في شركات الحمايه الامنيه بيكون عندهم ناس مدربين وداخلين في عالم الدارك ويب بطرق معينه، لانه الان في كثير من البرامج اللي بتساعد، يعني مثلا تم سرقه حساب شركه او الى اخره، في مواقع تعطيك يعني استرجاع الموقع او الحساب بطريقه او باخرى. وهذا بالنسبه للمجال الشخصي، في برامج ايضا بتساعد على حمايه الانسان، يعني مثلا انا حذكر مثال وليس بالتسويق، انا بستخدم شخصيا نورتون يوتيليتي 360، مش عارف باين كاميرا او لا. النورتون في خاصيه ايضا اسمها دارك ويب مونيتورنج. يعني ايش دارك ويب مونيتورنج؟ يعني انا عندي مثلا ايميل، عندي حسابات بنكيه، عندي رقم تليفون، ايا كان بعرف البيانات دي، فلو حصل بيع للمعلومه دي في الدارك ويب في اي مكان او يعني وجد المعلومه دي مباشره بينبهني، ترى كلمه المرور بتاعتك تم بيعها في السوق السوداء، الايميل بتاعك صار معروف، الحساب بتاعك مثلا او الكريدت كارد معروفه، فده على المجال الشخصي ممكن استفيد منه على الموبايل موجود،
وايضا على الاجهزه الموجوده بتساعد كثير في يعني اعطائك تنبيه مبكر في حال حصل حاجه، يعني اختراق لمعلومتك او لبياناتك الشخصيه المهمه. دكتور فيصل، لا يكاد يمر اسبوع طبعا الا ممكن ونسمع نصيحه عن اخيره سرقه في بيانات، ربما بيانات طبيه من مستشفيات بالذات، وايضا من شركات كبرى، وعاده يكون الشخص الذي يعمل في شركه كبيره او حتى اي شركه يعتمد انها تتخذ الوسائل الحمائيه على النحو الذي ذكرته، حتى اكثر من مسألة الحماية الشخصية. يعني ساعات الشخص بيتهاون في حماية بياناته عندما يعمل من منزله، لكن ما نجده الآن أنه شركات كبيرة تتعرض لهذه العمليات السطو هذه. هل معنى هذا أنه اختراق حساب موظف واحد يمكن أن يؤثر على كل الداتابيس أو قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة؟ هو الموضوع مش بالبساطة هذه، لكن يعتمد حسب يعني كيف ترتيب الحماية أو الليفل اوف ديفنس اللي موجود في الشركة. يعني سابقا كان مفهوم الحماية فاير وول، انتي فايروسز، وشوية سيت اب بسيطة. الآن الموضوع صار أكبر من كذا. الآن في مقولة مشهورة إنه ذا امبلوي از ذا فيرست ليفل اوف ديفنس، الموظف هو أول خط حماية. يعني لو أنت عاملة سيت اب جامد وممتاز ويجي موظف يضغط على رابط مشبوه او ينزل الاتاشمنت ممكن يعرض الشركه للخطر، لكن حجم الخطر يعتمد على مدى الحمايه وتركيبه. يعني مثلا في بعض الشركات بيكون عندهم نظام حمايه متقدم، بمجرد ما جهاز موظف حصل فيه شبهه يعني حركه يعني غير يعني صحيحه، مباشره يتم عزل الجهاز عن الشبكه تلقائيا بدون تدخل بشري. فكل شركه وظروفها. يعني حاليا الدول بتتبع ستاندرد عالميه، مثلا زي ال سي اي اي مثلا في كندا، في مثلا في السعوديه مثلا الاي سي سي 2018 ستاندرد. في هذه ستاندرد ايش بتوفر؟ ضوابط امنيه، وكل شركه لازم تتبع او يصير في كومبلاينس معين لهالضوابط هذه، بحيث انت تضمني اعلى مستوى من الحمايه. بيكون في شركات مدققه بتعمل ما يسموه بنتريشن تيستنج، اختبارات اختراق. يعني حتى الان مثلا في التطبيقات سواء البنكيه او التطبيقات اللي تصدر مثلا لعامه الناس، يجب ان يعمل عليها 6 أو 7 اختبارات على الاقل، تضمن انه هذا التطبيق يعني وصل لمرحله كافيه من الامان، بحيث ما يكون في فرصه للهاكرز، لانه الهاكرز هم ناس عندهم نفس الدرايه اللي عند الناس اللي صنعوا البرنامج، لكن بيستخدموا درايتهم في الشر، بيستخدموا درايتهم في الامور اللي هي بتضر الناس. فلازم يكون الانسان متنبه يعني للبجز اللي ممكن تكون حاصله عن طريق اجراء الاختبارات المطلوبه، سواء على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى التطبيقات، وايضا على مستوى اليوزر اويرنس. يعني دائما احنا مثلا يعني في اي شركه بتتبع الكومبلاينس بيكون في عندهم حاجه بيسموها التيست او الفيشنج دريل. مثلا يبعث ايميل وهمي افتراضي في مناسبه مثلا عيد الام او عيد الاب مثلا او ايا كان، وبيشوف مين الامبلوي اللي يتعاطى مع الايميل، مين اللي بيضغط، مين اللي بيتجاوب، مين اللي بينزل الاتاشمنت، مين بيحط اليوزر نيم باسورد، ويتم عمل اعاده اويرنس وريفرشمنت لهم، انه هي عباره عن منظومه متكامله. ممكن تسوي احلى سيت اب في العالم، بس عندك موظف ممكن يعني يفتح ثغره على الشركه اللي انت فيها. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور فيصل الناصر، الخبير في مجال تقنية المعلومات من مدينة الخبر السعودي.